بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا في الدرس الماضي أخذنا أقسام الدعاء، وقلنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو دعاء بلسان الحال، ودعاء المسألة دعاء بلسان المقال. وقلنا دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. ودعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك، قلنا مثل يعني طلب الرزق من النبي صلى الله عليه وسلم أو الولد وما إلى ذلك. وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. وقلنا مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. طيب، وأخذنا أقسام الخوف، أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف واجب صرفه لله، من صرفه لغير الله فهو مشرك شرك أكبر، وخوف عبادة وتعظيم وسر، وخوف محرم كالقنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق، وخوف طبيعي لا يلام عليه العبد كالخوف من النار واللصوص وقطاع الطريق. وأخذنا أن الذبح ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام لا إشكال: ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة، وذبح شرك أكبر لغير الله محبة وتعظيما كالذبح للجن والأصحاب القبور، وذبح جائز شاة اللحم والاتجار وكرم الضيف. وأخذنا أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر لله ونذر لغير الله، وسوف يأتي معنا تفصيل النذر إن شاء الله في كتاب التوحيد. أيضا أخذنا التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. وأقسام التوكل إن شاء الله أيضا تأتي معنا في كتاب التوحيد، أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بعد هذا أخذنا الخشية، هي خوف لكن خوف بعلم، هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه. وقلنا أن السائر إلى الله لابد يجمع بين الخوف والرجاء. وبهذا بفضل الله انتهينا من الأصل الأول. اليوم إن شاء الله الدرس هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة: الإسلام. قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام، أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، لأن أنت عبد، والعبد لابد أن يسلم للسيد، والسيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لابد من عمل له بالطاعة لا بالمعصية. والبراءة من الشرك وأهله تقدمت معنا في المسائل الثلاثة، أن البراءة من الشرك وأهله تكون بالقلب واللسان والجوارح. ثم الإمام محمد الوهاب يقول: مراتب الدين ثلاثة، فإذا سئلت ما هي مراتب الدين تقول ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وبدأ هو بالإسلام، وثنى بالإيمان، وثلث بالإحسان. نعم. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. ودليل الشهادة قوله تعالى:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول: معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا بد أن الشهادة تتضمن نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تفسيرها الذي يوضحها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني، أي إلا الله سبحانه وتعالى. إذن شهادة الإخلاص لابد تتضمن نفي وإثبات، كفر وإيمان. وسوف يأتي معنا من كلام الإمام حمد الوهاب رحمه الله، يقول لابد من الكفر أولا قبل الإيمان بالله، الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإن شك، يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله، في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد ليس بموحد. إذن شهادة الإخلاص لابد تتضمن نفي وإثبات. ولذلك قال في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، هذا دليل أن كل ما يعبد من دون الله عبادته باطلة، والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. لأنه لو قال معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله كان بهذا الكلام يصحح كل ما يعبد من دون الله، لكن عندما قال بحق هذا دليل أنه يكفر بجميع ما يعبد من دون الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب ولو قال معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله، يصح كلام هذا؟ صحيح، لكن هذا ليس تفسير لا إله إلا الله، وهذا توحيد الربوبية أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا الخصومة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيهم في توحيد الألوهية: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ثم استدل بقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الآية فيها دليل على تحريم التقريب بين الأديان. اليهود والنصارى الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين في زمننا اليوم بلغتهم الدعوة لم يدخلوا في الدين، مسلمين أم كفار؟ كفار، حتى وإن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. والدليل هذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ثم قال في آخر الآية: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويعني هم إذا لم يدخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام هم كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وقال الله سبحانه وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذن دين باطل، لأن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل دين كان قبل، صحيح؟ نعم. إذن عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي كان يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس. وهذه الآية تدل على تحريم التقريب بين الأديان. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى هذه الآية بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللا مقد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر مثلكم، وأمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد للناس هذه البشرية بقوله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، مثلكم، ليس له شيء من خصائص الربوبية. وفي قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أشرفكم وأفضلكم، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم. فهو عليه الصلاة والسلام يجمع بين دفع المكروه الذي أفاد قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، وجلب المحبوب الذي أفاد قوله سبحانه وتعالى حريص عليكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، يعني بغير المؤمنين هو عليه الصلاة والسلام ليس رؤوفا رحيما. والدليل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، هو طيب لما تقارب اليوم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا مقتضى لا إله إلا الله، مقتضى أن محمدا عبده ورسوله، مقتضى شهادة أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا كذب عليه الصلاة والسلام، أولا أن نطيعه في كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله، والثاني طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذا كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يصدق حتى وإن كان يعني بعض الأشياء لا يمكن يتصورها العقل مثلا، لا بد أن يصدق، يقول آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم، مثال قال: ستفترق أمتي إنكم سترون ربكم، وما لذلك من الأحاديث، أن نصدق في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني تجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب وأنت في جانب آخر. والرابع ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رد على المبتدعة. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مقبلين إلى الله، مدبرين عن الشرك. وقلنا هذا معنى الحنيف، هو الذي دائما يرجع للتوحيد ويبتعد عن الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دينه القيم الملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها ولا خلل. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. كيف فرض؟ الله أعلم. الله سبحانه وتعالى علمنا أنه فرض عليهم الصيام، لكن لم يعلمنا كيف فرض، إنه منهم من كان يصوم عاشوراء وما لذلك. لعلكم تتقون، تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية، بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. إذا التقوى، معنى التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل الأوامر واجتناب النواهي على التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. نعم. ودليل
ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هذا الدليل الركن الخامس من أركان الإسلام، دليل الحج. نعم، نقف. طيب نراجع أخواننا، إيش أخذنا اليوم؟ يا أخواننا اللي درسوا إحنا نريد الجدد. وين الجدد؟ أخواننا. نعم الشيخ، معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله، صحيح؟ لا، هذا توحيد الربوبية لا يكفي. نعم، لا معناه لا معبودة بحق. طب لو قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبودة إلا الله، يكون الكلام صحيح؟ أخوان، لو قال معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبودة إلا الله، لا معبودة إلا الله، ليس بصحيح، لأنه لو قال لا معبودة إلا الله معنى هذا نصحح كل ما يعبد من دون الله، يعني قال كل معبود فهو إله، لو قلت لك كل معبود هو إله صحيح؟ لا ما يصح. إذن لا يمكن حتى نضيف بحق، لأنه بحق خرج به ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله عبادته باطل، صحيح؟ نعم. طيب، نعم، الإسلام عرفه الإمام محمد الوهاب رحمه الله والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة البراءة من الشرك وأهله. كم مرتبة مراتب الدين؟ ثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم، ما أسمع يا شيخ. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. نعم، الشهادة فيها النفي والإثبات. أي نعم، أن شهادة لا إله إلا الله لابد تتضمن نفي وإثبات، كفر وإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا عباد لله وحده. إذا لابد أن الشهادة تتضمن نفي وإثبات. نعم، نعم الشيخ. أركان الإسلام خمسة. نعم، غيره. طيب، أولا أكد الله سبحانه وتعالى هذه الآية بثلاث مؤكدات. ثانيا، يعني من البشر ليس له شيء من خصائص الربوبية، وفي قراءة من أنفسكم، يعني من أفضلكم، نعم، وأتقاكم وكذا. طيب، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم، فهو عليه الصلاة والسلام من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الوصف، يشق عليه كل ما يشق علينا، فهو باذل غاية الجهد عليه الصلاة والسلام في دفع المكروه، وباذل غاية الجهد في جلب المحبوب الذي أفاد قوله تعالى حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، يعني بغير المؤمنين ليس رؤوفا رحيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. نعم، قل يا أهل الكتاب، هذه الآية فيها بين الأديان، وأن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يهودي أو نصراني أو غيره ولم يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر كائنا من كان. نعم، المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى:
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، وشرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كم شيء يا نواف؟ 5 أشياء. إذن الإيمان شرعا لابد من 5 أشياء، إذا اختل واحد من هذه 5 هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما هو الدليل على هذه 5؟ ها أخوان، نعم، الحديث قال: فأعلاها قول، إذن هذا دليل أنه قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. أيكم زادته هذه إيمانا؟ هذا دليل أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد لابد ينقص. وجاء نقصان الدين مصرحا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل قال ودين. إذن الدين ينقص. إذن هذا الدليل على 5، فعلاها قول لا إله إلا الله، أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا يزيد ينقص. وجاء النقصان مصرحا به في قول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. طيب، يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، فهذا مؤمن؟ ما هو؟ منافق. طيب، يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه، مؤمن؟ كافر. مثل أبو طالب كان يعتقد بقلبه ولكن لم يصرح بلسانه، صح؟ نعم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أركان الإيمان كم؟ 6. الأول الإيمان بالله. لو سألنا سائل وقال: كيف أكون مؤمن بالله؟ قلنا: لابد أن تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أصلا. ما هي الأدلة على وجود الله؟ قال: الأدلة على وجود الله 4: العقل والحس والفطرة والشرع. إذن الأدلة على وجود الله العقل، فالعقل يستحيل أن يتصور وجود مخلوق بلا خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طلوع الشمس وغروب الشمس والمجرات والبحار والأنهار والأشجار وتعاقب الليل والنهار، هذه كلها أدلة تقدمت معنا في الآية من آيات الليل والنهار، إن هذه الآية فيها دليل عقلي ودليل نقلي على وجود خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. العقل. الثاني الحس. تكون في كرب وشدة، ترفع يديك للسماء وتقول: يا رب يا رب يا رب، تجد هذا الكرب يرتفع بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا دليل حسي. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم غثنا اللهم غثنا، نزل الغيث. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون وإذا بالصخرة تنفرج وهم يروا هذا الصخرة، هذا دليل حسي على وجود الله سبحانه وتعالى. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هودان ونصران مجلسان. الرابع الشرع، وأدلة الشرع كثيرة، بل ابن القيم رحمه الله يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وفيها دليل على التوحيد، لا تخلو منه آية التوحيد. نعم، ثم بعد هذا قال: أن تؤمن بالله وملائكته. كيف يكون الإنسان مؤمن بالملائكة؟ قال: نؤمن أنهم عالم غيبي. يعلمون الغيب؟ لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. عالم غيبي غابوا عنا لا نراهم، عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح
وأجساد وعقول وقلوب، لهم أرواح روح القدس مثلا، وأجساد جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، لهم أرواح وأجساد وعقول. ما هو الدليل أن للملائكة عقول وقلوب؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا دليل لهم قلوب. قالوا: ماذا قال ربكم؟ إذن يسألون ويجيبون، هذا دليل لهم عقول. طيب، نؤمن بكل الملائكة إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأعمالهم مثل جبريل موكل بالوحي وملك الموت قبض أرواح الخلق، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. طيب، الثالث الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، والدليل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكام ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمنا عليه. قلنا عندما بعث عليه الصلاة والسلام نسخ كل شريعة كانت من قبل، وقال: من أسماء الكتب التي علمنا الله سبحانه وتعالى القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم بشر ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، ونؤمن بهم إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأخبارهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، بعد هذا الإيمان باليوم الآخر، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعود الأنبياء إلى السماء وتفتح وتغلق أبواب السماء، ثم عودتهم بها للجسد يسمع قرع نعالهم وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. طيب، الأخير الإيمان بالقضاء والقدر، قال: يتضمن الإيمان بمراتب القضاء والقدر، والعلماء يقول مراتب العلماء يقولون أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. علم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى لو يقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم. الثاني الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. طيب، الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة لا يمكن تكون نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. إذن هذه مراتب أربعة جمعها الناظم في قوله: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم أن تؤمن الله علم كل شيء، والكتابة أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة، للعبد مشيئة لكن هذه المشيئة لا يمكن تكون نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله. نعم، الإحسان قال هو ركن واحد وتحته مرتبتان، أعلى مرتبة
وأعلى عبادة عبادة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهل معنى هذا أنه فقط عنده حب ولم يكن عنده شيء من الخوف؟ لا، احنا قلنا أن العبادة هي التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، لكن في هذه المرتبة أقوى دافع يدفع هذا العبد للعبادة هي محبة الله سبحانه وتعالى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذه أعلى مرتبة، أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، وهذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ممكن تصل إلى هذه المرتبة؟ قال نعم ممكن. وإذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، عبادة خوف وهرب، وتسمى عبادة المراقبة. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث فيه الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وأن جبريل عليه السلام جاء يعلم الناس أمر الدين، وقال: أولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم يقول له: صدقت. هذا دليل أنه يعرف الإجابة. وجبريل عليه السلام أيضا جاء في صورة المتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تكلم عليه الصلاة والسلام أنصت لكلامه عليه الصلاة والسلام، وقال الله سبحانه وتعالى: فلما حضروه قالوا: أنصتوا. إذن لابد طالب العلم أن يعرف حقوق ستة: حق
أولا في نفسه، وحق ثانيا مع الشيخ الذي يدرس عليه أو المدرس مثلا، والثالث حق في المكان الذي يدرس فيه، والرابع حق مع زميله في الدراسة، وحق مع العلم الذي تعلم ماذا يصنع فيه يعمل به ثم يدعو إليه. إذن الحقوق ستة: حق في نفسه، وحق مع الشيخ، وحق مع المكان، وحق مع الزميل، وحق مع العلم الذي درس، وحق مع الكتاب الذي يقرأ فيه ويدرس فيه. وهذه حقوق ستة. حق في نفسه الإخلاص، لأن طلب العلم عبادة أم عادة؟ عبادة، والعبادة قلنا لابد أن يتوفر فيها الإخلاص والمتابعة، إذن لابد يخلص في نفسه. طيب، وما إلى ذلك سوف يأتينا إن شاء الله. الثاني حق مع الشيخ. الناس في هذا الباب يقول طرفان وسط، وسوف يأتينا أنه أعظم شرك وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين. إذن لابد أن نكون وسط مع الصالحين، لا إفراط ولا تفريط. الثالث حق في المكان الذي يدرس فيه، والثالث مع زميله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتقدم معنا أن الأصل مذاكرة العلم والحرص على أخيك، ولا من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومع الكتاب أنه لابد يحافظ على هذا الكتاب، لأن يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه الكتب، لأنهم كانوا في القديم يكتبوا على الحجارة وعلى الجلود وما إلى ذلك. وحق أيضا مع العلم، لابد يضبط هذا العلم ويتعهد دائما بالمراجعة ويعمل به، لأنه وجب على من تعلم أنه يعمل، ثم بعد ذلك يدعو إلى هذا العلم، لأنه هذه نعمة ولابد يشكر هذه النعمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقالوا فعجبنا له كيف يسأل ويصدق، لأن الصحابة يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتيهم بهذه الأمور الشرعية، صحيح؟ نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه، قال فعجبنا له يسأل ويصدق، هذا دليل نعرف الإجابة. ثم بعد ذلك قال أخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إذا كان الرسول البشري والرسول الملكي كلاهما لا يدريان متى الساعة، إذن غيرهم من باب أولى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري متى الساعة، وهذا أمر شرعي، لكن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، فضلا يعلم أحد من بعدهم. قال فأخبرني عن أماراتها وعلاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها، هذه اللفظة اختلف فيها العلماء على أقوال، منها انقلاب الأحوال، ومنها أن تلد الأمة ربتها يقول أن الملك تكون له جارية تسرى بها، عندما تسرى بها قال تنجب له ولد، هذا الولد يوم من الأيام إذا مات الملك يصبح هو الملك، فأصبح سيد على الأم. القول الثالث يقول يكثر عقوق الوالدين. القول الرابع يقول أنه يكثر الرق، علي اعتبار الأقرب الله أعلم انقلاب الأحوال، وأن ترى الحفاة العراة العالة، العالة يعني الفقراء، والله سبحانه وتعالى قال ووجدك عائلا أي فقيرا فأغناك. العالة يتطاولون في البنيان، يعني تنقلب الأحوال، ينقلب هذا الفقر إلى غنى فاحش. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله نراجع ما أخذنا من شرح أركان الإسلام والإيمان والإحسان.